جماعه طبعا كده على الانشاط خالص، بس ابتدوا الناس تيجي عشان خاطر يعوموا، فانا قلت لهم جيبولي جلابيه البسها عشان خاطر اقدر انزل بيها على الفيديو. تعطيني الفيديو الواحد مش هيخلص لو صوروني بالمايو مش هيخلص. طبعا انا اضطريت اتنكد في الجلابيه، صبحت زي القشطه انا هعوم وهلبس النهارده عشان انا معوم في اليوم ده. بحبكم قوي، خمسه مواحد توجهون خمسه يلا بقى. وايوه بقى اشتركوا على ثلاثة الشهر يلا بقى. شاركت الفنانة فيفي عبدو جمهورها مقطع فيديو من الساحل الشمالي وهي تستمتع بأجازتها الصيفية. ظهرت في الفيديو وهي ترتدي إسدال الصلاة ونظارة شمس، وقالت فيفي عبدو في الفيديو الذي نشرته عبر انستجرام: جيت على البحر هنا بدري عشان أنزل البحر، وقلت لهم هاتوا لي جلابية ألبسها عشان أصور الفيديو ده، لو ظهرت بالمايوه مش هخلص من كلام الناس على الميديا. وأضافت: أول يوم أنزل البحر وآخر يوم أنزل البحر، اعتبروني عيلة وغلطت، لا في بدري ولا متأخر في الساحل، بس كان لازم آخد السبع موجات. يلا صيف سعيد، كل سنة وانتو طيبين. يشار إلى أن آخر أعمال فنانة فيفي عبدو مسلسل شغل عالي الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، وشاركتها البطولة شيرين رضا.